هو طبعا ده ساعه مقعديه زياده لاسطول مصر للطيران. نزود على كده ان في وفر في استهلاك الوقود، ده يساوي تقليل في الانبعاثات، وده اتجاه الدوله والعالم كله شغال فيه، تقليل الانبعاثات في اتجاه المحافظه على البيئه. اضافه ان احنا عندنا بنكبر الاسطول بتاع مصر للطيران، بالساعه المقعديه اللي موجوده في الطياره دي هنقدر نوصل لمسافات كانت او للديستنيشنز كانت بتحتاج ساعه مقعديه اكبر من اللي موجود عندنا واقل من الطياره الكبيره، وبالتالي ده هيساوي توفير في الاستخدام. الراكب ممكن ما يهتمش بالطياره، راكب عليها محرك ايه، راكب بتوفر في الوقود، يهمه كرسي كويس قاعد عليه، يهمه نظام تسليه وانترتينمنت سيستم كويس. فالحقيقه احنا مصر الطيران يعني في اهتمام بجزئيه راحه الراكب او الباسنجر اكسبيرينس، فدي من البدايات، او مصر الطيران انتهجت النهج ده بقى لمده، والحقيقه احنا بناكد على كده حتى ايفن في الطيارات القديمه اللي عندنا، في مشاريع بتجديد الداخلي ليها، كل ده لصالح الراكب مصر. So beautiful day and very happy and proud. إنه يوم جميل وسعيد، وخاصة عندما رأيت الابتسامة على وجه فريق عمال مصر للطيران وإيرباص. فلقد وصلنا لهذه اللحظة بعد مجهود طويل، وذلك في إطار التعاون مع شركة مصر للطيران. فمصر هي الدولة الأولى في القارة التي تمتلك طائرة من هذا الطراز، ونحن نتعاون معا منذ سنوات طويلة، وهناك مزيد من التعاون في المستقبل. احنا النهاردة بنحتفل باستلام اول طائرة من طراز الايرباص 320 النيو، تنضم لاسطول الايرباص 320. فتميز الطياره بتاعتنا النهارده بانها الساعه بتاعت عدد الركاب بتاعتها اكبر، تقدر توصل لرينج ابعد، فتقدر مصر توصل بعدد ركاب اكبر لنقط ابعد للانضمام للاسطول بتاع 320. بالنسبه للتدريب، احنا اكاديميه مصر للتدريب عندنا جهاز طيران تمثيلي خاص بال 320، ونقدر نستوعب عليه التدريب الخاص بالطيارين على ال 320 النيو الجديده. الحقيقه الطياره اللي في الخلفيه هي طياره مميزه، احنا هنستلم منها 7 طائرات ان شاء الله. الطياره دي تسع ل 182 راكب، 166 راكب في الدرجه السياحيه، و16 راكب في درجه رجال الاعمال. الطيارة تتميز بأنها بمحركات حديثة بتشكل بالنسبة للصناعة قمة التكنولوجيا في انخفاض الانبعاثات.